بيكم فقره بجد جميله جدا، لان احنا دلوقتي واحنا قاعدين بنتكلم مع ضيفنا يعني والكواليس وغيره كنا بنتكلم وسمعنا حاجات حلوه قوي، لما حضراتكم هتعرفوها بجد هتنبسطوا. منتخب مصر لمصارعه الذراعين او الريست يعني زي ما هي درجه حصل مؤخرا على فضيه بطوله العالم اللي اقيمت في بوخارست. هنتكلم عن الكواليس وعن الاستعدادات طبعا بتاعه منتخبنا عشان يحققوا كمان المركز ده وايه المنافسات القادمه. واصلا هو في منتخب للريست ده بقى السؤال اللي المفروض يعني عايزين اجابته، ان اكيد يعني ناس كتيره جدا مش عارفه ان احنا عندنا منتخب في مصر للريست وكمان محقق رانكس ويعني بطولات كتيره جدا. كابتن طارق عثمان يعني بطل العالم سابقا في مصارعه الذراعين والمدير الفني لمنتخب مصر حاليا، صباح الفل. صباح الفل واهلا بيك يا فندم. اهلا بيك، شرفت بيك. سعداء بوجود حضرتك، احنا اللي متشرفين بوجودك معانا، والحقيقه يعني مكسوفين الى حد ما من الحوار اللي دار من شويه، لان فكره ان انا ونهوان ده احنا الاثنين اول مره نعرف ان في عندنا منتخب مصر لمصارعه الذراعين. ده تقصير من الاعلام على طول ولا انت ليك راي تاني؟ والله هو مش حكايه تقصير بس، يعني احنا ما نقدرش برضو نلوم، لان الموضوع ان الالعاب الفرديه برضو مش واخده حقها الطبيعي، ولعبتنا دي لعبه شعبيه معروفه من زمان. بس هنبدا لغايه امتى نقول الالعاب يعني الفرديه مش واخده حقها؟ يعني ابتدينا الحمد لله دلوقتي الموضوع بقى افضل شويه من قبل كده. انتوا كمان عاملين شغل، يعني مش مجرد ابتدينا، ده بدايتكم قويه جدا، وفضيه بطوله العالم اللي نهاوند بتتكلم عنها حاجه مش هينه ابدا. فنستاذنك نبتدي بتفاصيل هذه البطوله وكواليسها. بالنسبة للبطولة دي بطولة العالم لمصارعة الذراعين أقيمت بمدينة بوخارست في رومانيا. كانت مصر مشاركة بعدد 6 لاعبين. دي أول مشاركة مصرية في بطولة العالم؟ لا مش أول مشاركة، إحنا عندنا الاتحاد تم إنشاؤه سنة 92 اللي أنشأه اللواء عثمان عبد الغني، ده اللي أسسه وأنشأه هنا في مصر. ويعني حاليا رئيس الاتحاد اللي هو محمود بركات بيقوم بمجهودات الحمد لله كويسة، واللعبة تطورت على يده الحمد لله. جميل. احنا دلوقتي حاليا شاركنا في البطوله دي بعدد 6 لاعبين وحصلنا على 6 ميداليات ما شاء الله. الميداليات عباره عن 5 ميداليات فضه وواحده برونزيه. جميل. والحمد لله انا يعني تم تكريمي هناك في هذه البطوله بالميداليه الذهبيه كافضل نتائج، يعني مسافرين ب6 لاعبين وحصلنا على 6 ميداليات. في وسط عدد من الدول كبير، يعني كان عندنا 50 دولة مشاركة في هذه البطولة، أعداد كبيرة طبعا. اللي شفناه من الاجتماع بتاع الاتحاد الدولي إن شاء الله إن هي على مشارف إن هي تخش تبقى أولمبية عن طريق البارالمبية الأول. أوكي. وبعد كده هتبقى أولمبية بالنسبة للأسواق إن شاء الله. جميل. طيب يعني كابتن طارق برضو خلينا نروح شوية تفاصيل، لأن حضرتك كنت قلت لنا إن اللعبة دي أصلا من الألعاب اللي ممكن أي حد يمارسها، يعني حضرتك اتكلمت عن فئة المكفوفين والأطفال وكبار السن، يعني مفيش ورجال وسيدات، يعني برضو كلمنا عن الموضوع ده أكتر والاستعدادات المختلفة ليهم. هو الحلاوة بقى في لعبتنا هنا، أنا عايز أي رياضة تجيب لي إن اللي هم الجماعة إخواننا المكفوفين يمارسوا اي رياضه. المكفوفين دي ما فيش رياضه هيمارس رياضه ازاي؟ عندنا بيمارس الرياضه وبيبقى بطل عالم. في موجود صور وبعض الفيديوهات في بطوله العالم اللي فاتت بيشاركوا فيها. طيب غير المكفوفين، السم والبكم عندنا برضو دي مرحله من مراحل البطوله وبيشاركوا فيها. يعني باختصار هي رياضه للجميع. باديه من سن 15 سنه البراعم والناشئين عندنا الاطفال. طبعا بنين وبنات وماشي لحد فئه الشباب، وبعد كده الشباب فوق 40 سنه وفوق 50 سنه كمان. يعني من الجنسين طبعا سيدات ورجال، غير متحدي الاعاقه الحركيه، فهي شامله رياضه للجميع. صحيح. رياضه جميله جدا، انا نفسي اشوف رياضه زيها. متطلباتها مش كتير، تكاتك كلها تذكر بتهيالي، تكاليفها بسيطه جدا، كل الموضوع هي الترابيزه القانونيه. طبعا احنا عارفين زمان بنلعب الريست ده في الفصل وفي المدرسه طبعا. وكنا دايما بنتنافس كده كابناء المنطقه او طبعا كنت بولع انت الدنيا في المنطقه مركز اول في المنطقه على طول. الحمد لله الحمد عظيم لله. بالمناسبه احنا كنا برضو واحنا في مقدمه حلقه النهارده انا ونهواند وبنقدم او بنعرف المشاهدين ان حضرتك هتكون منورنا، كنا بنتساءل طب اللعبه دي يلزمها ايه؟ يعني هل هي يعني هي مثلا يعني متطلباتها باي وتراي، ولا الحكايه ليها علاقه برضو بالتعبير المجازي الدارج اللي هو يقول لك ده عصب
يعني تمام. ايه متطلباتها؟ هو طبعا العصب اساس في اللعبه دي، لازم الواحد تكون اعصابه سليمه ويكون عصب قوي. في ناس بالفطره وبالجينات الوراثيه بتكون قويه بدون تمرين، مع التمرين بقى ما بالك مع التمرين. احنا بنتكلم على العصب مش العضله. انا بتكلم دلوقتي على العصب لسه ما دخلتش في موضوع العضلات. فبالفطره كده ناس، ما احنا من ايام زمان طبعا في ناس كانت يعني تشيل اثقال وتعمل من غير ما تتمرن. يعني دي بتبقى جينات وراثيه موجوده في البني ادم نفسه. انما احنا هنا بنحاول نجيب الموهبه دي وبننمي العضلات. بالك بقى يبقى في عصب قوي مع عضلات قويه اللي هي العضلات المتخصصه في لعبتي. طب عضلات وتقويها مفهومه، العصب بتقويه ازاي؟ لا هو العصب ده يعني تمريناته بتبقى عباره عن تمرينات الايزومتريك او الثبات بيسموها، ان انا بلعب بالثقل بجيب بيه التكرار بتاعي وبعد كده في الاخر بثبت فيه اكتر وقت ممكن. فدي برضو نوع من انواع التدريبات يعني. اوكي. بالاثقال وعن طريق العقله والكلام ده كله. فموضوع التمرين بقى عشان انا انمي العضلات، لا هو مش باي وتراي بس، انا بنمي عضلات الذراع من اطراف الاصابع حتى الجسم كله مش دفاع بس. عشان انت بترتكز يعني على جزئيه معينه من الجسم وبتعتمد عليها، ولا انا فاهم غلط؟ هو ال 80 او 90% كله حمل على الذراع. لان هي لعبة اسمها مصارعه الذراع. صحيح. الذراع هو اللي بيصارع والكلام ده كله، لكن الجسم داخل فيها منطقه الظهر، البنش، الكتاف، الرجلين بتساعد. الرجلين بتساعد، لو احنا شفنا الماتشات واتفرجنا عليها هتلاقي ان في اللاعب يستخدم رجله في ان هو بيزق بالترابيزه عشان خاطر يجيب اللي قدامه. فهي شامله الجسم كله، ولكن التخصص فيها ان انا اخلي دراعاتي قويه من الكتف حتى اطراف الاصابع. طب لما بنشوف اتنين مثلا بيتنافسوا، واحد عضلات قوي ومليان وكده وواحد رفيع مثلا، كلنا بنراهن على العضلات هو اللي هيكسب، بيحصل بنسبه كام في الميه ان الشخص ده فعلا او الشيب بتاع الجسم ده هو اللي دي بيكسب؟ فعلا محيره ناس كتير، وده تساؤل بيبقى دارج في اوقات كتير. لكن عايز اتكلم في حاجه، هو اللاعب البادي بيلدينج او الجسم اللي هو القوي دوت، ده بيهتم بالشكل العضلي والمظهر بتاع الجسم. مش عايز اخش في موضوع كمال اجسام، لان كمال اجسام بيخش في اهم حاجه الحجم العضلي والديفينيشن والتقسيم بتاع العضلات. ولكن لعبتنا احنا اسمها لعبه قوه، الاتحاد اسمه اتحاد القوه، فلا يشترط فيها الحجم العضلي. ممكن فعلا واحد يكون رفيع وجسمه عادي جدا لكن متمرن تمرينات القوه اللي هي تخص مصارعه الذراعين، فمن هنا الشكل العضلي ما بيبقاش مهتم. في ناس بتجمع بين الاثنين، نلاقي في حجم عضلي وفي وقت برضه من الاوقات تلاقيه ان هو قوي جدا على الترابيزه او في اللعبه بتاعتنا بتاعت مصارعه الذراعين. طب هل وارد ان الرياضي يجمع ما بين رياضتين، واحده منهم مصارعه الذراعين، يعني يبقى مثلا لعب فولي بول، باسكت بول، كره قدم، اي رياضه، بس هو عنده قوه ملحوظه في الذراعين، فدي ممكن تبقى تاهله انه يلعب او يمارس الرياضه دي كمان وبشكل احترافي؟ طبعا ما فيهاش اي مانع خالص. هي العاب القوه عموما بتخدم هذه اللعبه. هو انتوا تحت مظله في العاب القوه؟ بالظبط. يعني مثلا لاعب رفع الاثقال، عندنا لعيبه ابطال عالم كانوا لعيبه رفع اثقال، حاليا دلوقتي هم ابطال العالم في مصارعه الذراعين. في ابطال جمباز وابطال العاب قوه وابطال ملاكمه، دول بيبقوا قريبين جدا من لعبتنا لانه بيمرنوا دراعاتهم وبيبقى في حمل كبير على دراعاتهم، بتبقى دراعاتهم قويه بالفطره يعني. او من عن طريق الالعاب اللي هم لعبوها قبل كده. طب كابتن طارق، يعني هل ممكن طالما الموضوع ملوش علاقه بالعضلات العصب، راجل مع امراه وهي تكسبه؟ هو في بطولات العالم دي طبعا المراحل ليها، السيدات ليها بطوله ما انا فاهمه، والرجال ليها بطوله لوحدها، لكن بتحصل في عندنا سيدات ابطال عالم فعلا بيبقوا اقوياء جدا جدا، وما بتفرقش حاجه عن الراجل في القوه، وممكن ان هي تكسبه فعلا. حصلت يعني كذا لا حصلت بس خارج البطولات، يعني مش في البطولات الرسميه. ده اللي كنت عايز اعرف. اوكي. اوعى تكون حصلت معاك انت شخصيا يا كابتن طارق. طمني عليك يا كابتن طارق. ربنا يبارك لك. الحمد لله. كويس جدا. تنورتنا النهارده واسعدتنا، وكمان افدتنا بوجود منتخب مصري مشرف، مش منتخب والسلام، ده منتخب عامل شغل وفضيه بطوله العالم، وان شاء الله اللي جاي احسن. بالمناسبه اللي جاي ايه بقى؟ ان شاء الله في بطوله العالم في تركيا ان شاء الله، دي هتكون في شهر 9/2022 باذن الله، بنبتدي نحضر لها ان شاء الله من الشهر اللي جاي. دي حاجه. الحاجه الثانيه عندنا في البطوله العربيه في العراق ان شاء الله في شهر 4 اللي جاي،
وبطوله افريقيا ان شاء الله باذن الله احتمال مصر تستضيفها خلال شهر 5 أو 6 اللي جاي. متفقين يا رب. والسفر بيبقى على حساب الاتحاد والتمرينات ولو في معسكرات الكلام ده كله؟ في دعم من الاتحاد طبعا، وفي دعم من وزاره الشباب والرياضه، ولكن الدعم من وزاره الشباب والرياضه قليل. يعني احنا بنتمنى ان الدعم يزيد بالنسبه للاتحاد، لان ده هيفيد اللعبه. وبعدين يعني الابطال بيسافروا جزء على حسابهم؟ لا، ما فيش حتى على حسابه، بس يعني التكاليف بتبقى اقل لو احنا معانا دعم اكبر. أوكي. بدل ما هسافر بست لعيبه اقدر اسافر ب 15 لاعب، ب 20 لاعب. ده هيساعد ان مصر في التصنيف العالمي يبتدي تخش في الثلاثة الأوائل بإذن الله. على كل حال أنا يعني بضم صوتي صوت حضرتك أكيد أنا وكريم كابتن طارق، وأتمنى يكون في حد طبعا سمعنا، لأن دي حاجة مهمة. وزي ما بتقول حضراتكم يعني، أو حضرتك بتقول إن أنتوا لعبة بتجيب بطولات وبتجيب ميداليات، فدي حاجة ممكن تفرق فعلا مع تصنيف مصر. يعني التوفيق إن شاء الله الفترة القادمة. فاصل سريع ونرجع بقى، وحينورنا كابتن شريف عبد المنعم بعد الفاصل.